مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقة النهاردة حلقة خاصة جدا ومميزة، وفيها شرح وتفصيل كتير جدا عن موضوع بهم قطاع كبير جدا في مصر، وهو قطاع الثروة الداجنة، من أهم القطاعات في مصر، واللي مصر فيه واخدة فيها خطوات متقدمة كتير جدا، هو ملف الثروة الداجنة. الثروة الداجنة استثماراتها تتجاوز 90 مليار جنيه، العاملين فيها يتجاوزوا 5 مليون عامل ومستثمر. هذا الموضوع هو موضوع الأمن الحيوي في مزارع الدواجن، في مقابل تقدم كبير في الدول خارج مصر، الدول الأجنبية أو الدول الأوروبية أو أمريكا. الحقيقة في مصر لسه مازال موضوع الأمن الحيوي مش منتشر بصورة كبيرة جدا، الكثير لم يعرف بعد عن الأمن الحيوي، إزاي ممكن الأمن الحيوي يدعم مربين الدواجن، يدعم إنتاجهم من الدواجن، يحمي قطعان الدواجن من الأمراض المختلفة اللي بتسبب في خسائر كبيرة جدا في قطعانهم. النهاردة الحقيقة معانا المهندس بلال مرزوق، وهو مدير قطاع المطهرات والأمن الحيوي بالشركة الدولية للتبادل التجاري بقطاع فيت ميديكا. باشمهندس بلال، اهلا بحضرتك. وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. اسم كبير جدا، معلش. لا والله، هو مختصر بلال مرزوق، مدير قطاع المطهرات والدعم الفني في الشركه الدوليه اي اف تي قطاع فيت ميديكا. اولا اهلا بحضرتك. أهلاً في برنامج من سيزرع المليون. طبعا الشركه من اهم الشركات اللي بتعمل في قطاع الدواجن، وكان لنا شرف قبل كده ان احنا صورنا حلقه في عن موضوع فيركون اس، احد اهم المطهرات اللي تم استخدامها في مواجهة فيروس كورونا، وبيتم استخدامها أيضا في قطاع الدواجن. النهاردة موضوعنا عن حاجة مهمة جدا زي ما قلت، وهو الأمن الحيوي في ظل انتشار فيروس كورونا، اللي في توقعات أنه يكون في موجة تانية منه وفي مخاوف كبيرة منه. في قطاع مهم جدا وهو قطاع الدواجن، عاوزين نعرف من حضرتك أهمية الأمن الحيوي وتطبيقه في مزارع الدواجن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لموضوع الأمن الحيوي، هو موضوع الأمن الحيوي أو الأمان الحيوي هو موضوع في غاية الأهمية، وهو يعتبر دلوقتي يعني الركن الأساسي في صناعة الدواجن أو في إنتاج الثروة الحيوانية مجمل. الحيوانية يعني ممكن كمان في المزارع الثروة طبعاً الحيوانية. الأمان الحيوي، الأمان الحيوي هو عبارة عن منظومة. ما معنى الأمان الحيوي؟ الأمان الحيوي هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية. يعني الأول إجراءات وقائية، الهدف منها منع وصول المسبب المرضي للكائن الحي. لو أنت حتى حضرتك بتقولي جائحة الكورونا، تعال نطبق الكلام ده برضك على منظوم أو على مصطلح الأمان الحيوي أو الأمن الحيوي. مجموعة من الإجراءات الوقائية الهدف منها أولا منع وصول المسبب المرضي إلى الكائن الحي، وفي حالة وصوله نقدر بمنظومة الأمن الحيوي إن نخلي هذا المرض في الحد الأدنى الذي لا يحدث عنده الإصابة. ولغاية سنة 2000 كان هذا هو التعريف أو التعريف الضمني لمنظومة الأمان الحيوي. تمام. مع بداية ظهور الأوبئة الحديثة والأوبئة المستوطنة سنة 2006، لما حصل المشكلة بتاعت إنفلونزا الطيور وابتدت تحصل ويفات عالية جدا من الأمراض الحديثة، تم إضافة مصطلح صغير كمان إلى هذا التعريف، اللي هو مجموعة الإجراءات الوقائية. وبقى إيه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية مصطلح الاحتواء الحيوي، اللي أنا لا قدر الله لو حصل إصابة مرضية في مكان أو في موقع، اللي أنا أعمل عملية احتواء لهذا المرض في هذا الموقع ما يخرجش منه تاني. وبالهذا فهي مجموعة من الإجراءات الهدف منها منع وصول المسبب المرضي، إجراءات وقائية، وفي حالة دخول المسبب المرضي يفضل في الحد الذي لا يحدث عنده الإصابة. ولا قدر الله حصلت الإصابة ما خرجوش من الموقع اللي هو موجود فيه. لمزارع تانية أو أماكن تانية أو عنابر تانية، وتنتهي هذه المشكلة عند هذا الحد. زي في بعض، زي ما حضرتك ذكرت مثلا في أوروبا والاتحاد الأوروبي أو في أمريكا، عندهم من التولز وعندهم من الاقتصاديات اللي هي تسمح بعملية الراديكيشن أو عملية الاحتواء التام لهذا المرض، حتى لو وصل اللي هو يعدم كل القطعان بحيث اللي هو ينتهي من هذا الوباء. ده هو مسمى أو تعريف الأمان الحيوي. أو هو إيه ده بالنسبة للناس الأمان الحيوي؟ بالزبط. علشان في ناس كتير ما تعرفش يعني إيه أمان حيوي. طب إحنا ليه بنعمل أمان حيوي؟ دي حاجة مهمة جدا. ليه إحنا بنعمل أمان حيوي؟ إيه الهدف من الأمن الحيوي؟ ليه بنعمل أمان حيوي؟ الحاجة الأولانية اللي أنا عاوز أتحكم في الأمراض. أقلل
دخول الامراض عندي الى المكان. دي اول نقطة، اسيطر على دخول الامراض عن طريق التحكم في نقلات العدوى. دي اول نقطة. طب لما اعمل كده ايه اللي هيحصل؟ هينعكس هذا على الحالة الصحية بالنسبة للطائر. فلما ينعكس على الحالة الصحية بالنسبة للطائر هيرفع من الكفاءة التحويلية، سواء كان طائر لحم أو سواء كان طائر بيجيب لي بيض. وبالتالي فهيرفع معايا من الاقتصاديات بتاعة التربية، وفي نفس الوقت هقلل من استخدام المضادات الحيوية. وبالتالي يعني احنا بنقلل بنقلل نسبة الإصابة بالأمراض الأول، بنزود المعدلات التحويل في الأعلاف أو في الإنتاج البيض بالظبط، ثلاثة كمان إن احنا نرفع الكفاءة الاقتصادية للموضوع وتقلل الحاجات اللي بنستخدمها سواء مضادات حيوية أو غيره. ولما أقلل من المضادات الحيوية أطلع غذاء عالي القيمة الاقتصادية وفي نفس الوقت تحت بند اللي احنا بنسميه دلوقتي والاتجاه العالمي الى بند الاورجانيك. وكمان يبقى انت فرصه اكبر انك انت تصدر بره بالظبط، وينعكس هذا في مشكله كبيره عندنا وينعكس هذا على عمليات التصدير. زي ما دلوقتي في مصر بفضل الله عندنا مناطق ابتدت تاخد حاجه اسمها جرين زون، وبالتالي عن طريق وزاره الزراعه هيحصل عمليه لهذا المكان له اوبورتونيتي او له فرصه للتصدير. منظمه الحيوانيه الصحه الحيوانيه بالزبط اصدرت او اعترفت بان مصر في اماكن فيها خاليه من الامراض ممكن يقدر يصدر منها. وبالتالي برفع يعني من الجدول الاقتصاديه للمشروع، بقلل من استخدام المضادات الحيويه، ينعكس يعني بالنسبه لي على نفس الكواليتي او جودة بتاعة المنتج الغذائي النهائي. طب هل المربي او صغار المربين في مصر يعرفوا الكلام بتاع حضرتك ده؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا بفضل الله دلوقتي مع عملية الانتشار صناعة الدواجن قائمة بهذا الحجم او بالاسلوب المنظم من اواخر السبعينات واوائل الثمانينات. هذه المشاريع لما قامت في المقام الاول قامت في الاماكن الخالية من السكان، زي احنا دلوقتي المشاريع الجديده الظهير الصحراوي، وبعد كده حصل عمليه الزحف السكاني والعمراني الى هذه الاماكن على المزارع زي ما حصل بالظبط كده، زي ما حصل في كثير من الصناعات، زي صناعه الحديد والصلب، زي صناعه الاسمده وخلاف وخلاف، لانها صناعه جاذبه للعماله وفي نفس الوقت من الصناعات التي تهدف الى الربح والبروفيت بتاعها او الربحيه بتاعتها عاليه والدايمه. وبالتالي ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ امتلت عندك منطقة الدلتا بالمزارع، وبالتالي ما بقاش يوجد هناك أي نوع من أنواع البعد الوقائي أو البعد الحيوي. فأنا عشان أجي أطبق على هذه المنظومة حاليا قصة الأمان الحيوي، أنا هقدر أقول لحضرتك أنا ما أقدرش أطبقها، تبقى صعبة جدا جدا عملية التطبيق بتاعتها، هتبقى صعبة جدا. طب الحل إيه؟ بحاول عن طريق المربيين وصغار المربيين اللي الناس دي دلوقتي بالفعل بتكمل في السوق الفرصة أو المنجة بالنسبة لهم اتباع وسائل ومنظومة الأمان الحيوي. لو حقق 20% من هذه المنظومة، لو حقق 30% من هذه المنظومة أكيد هيبقى مستفيد. منظومة الأمان الحيوي ليها أركان احنا بنسميها مثلثات. مبادئ الأمن الحيوي. طب احنا قبل المبادئ دي حجم تطبيق علشان بس المشاهد يبقى عارف النقطة دي مهمة جدا، حجم تطبيق الأمن الحيوي في مزارع الدواجن في مصر بنسبة قد ايه تقريبيا من خلال ان حضرتك في السوق وعارف وفاهم الدنيا ماشية ازاي؟ لو احنا بنتكلم دلوقتي على كبار المشاريع وكبار التربية والمشاريع الحديثة، وبفضل الله خلال عام 2020 تم إضافة لقطاع الثروة الداجنة أكبر من أكبر الشركات الحديثة الآن في صناعة الدواجن، شركات مهولة، شركات عملاقة اتجهت إلى الأماكن الزور الصحراوية، زي أماكن الضبعة، زي أماكن توشكا، زي أماكن في الواحات، وابتدت تعمل مشاريع كبيرة اتبعت فيها البعد الحيوي والبعد الوقائي. دي نموذجية زي ما الحكومة عاوزة أو المعايير الدولية، المعايير يعني حتى الدولية لتطبيق منظومة الأمان الحيوي، عشان هو ده المنجا الوحيد لاستمرار واستكمال أي مشروع في الإنتاج الصحة الحيوانية، هو منظومة الأمان الحيوي. احنا كل فترة بيجينا أمراض، بيجينا ويفات كتيرة من الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة، عن طريق الحشرات والقوارض والدواري وخلافه، وبالتالي اللجوء إلى منظومة الأمان الحيوي هي دي تعتبر العنصر الأساسي لنجاح أي منظومة إنتاج ثروة حيوانية.
وخاصة الإنتاج الدواجن المكثف. حضرتك قلت إن في ثلاث قواعد أو ثلاث مبادئ أساسية احنا بنسميها المثلثات، بنسميها مثلثات أو مثلث الأمان الحيوي. أو الله مثلث الأمان الحيوي بالضبط. المبادئ الأساسية التي يجب اتخاذها عند عمل منظومة أمان حيوي، أول ضلع فيهم اسمه ضلع العزل. يعني إيه العزل؟ العزل ده ينقسم إلى جزئين، عزل زماني وعزل مكاني. العزل المكاني هو البعد، أنا عاوز أعمل دلوقتي مشروع خاص بإنتاج دواجن، لازم هذا المشروع الأول أشوف له المكان المناسب لهذا الغرض. لازم أعمل إجراءات ألا وهي العزل. العزل ده يعني إيه؟ كل ما ببعد بالبعد الوقائي بتاع المشروع عن أي وسائل ممكن يحصل عن طريقها عمليات التلوث أو العدوى، أو عمليات العدوى، دي بتبقى حاجة كويسة. عشان كده الناس ابتدت تروح ناحية الظهير الصحراوي، ابتدت تطلع على الواحات، ابتدت تطلع على مش هيبقى في فرصة في أمراض تتنقل للمزرعة مكان أو بكر حديث هو بيعمل فيه حتى زي ما انت هتزرع بالزبط. أرض جديدة لو رحت زرعت مش هتلقى فيها الأمراض اللي موجودة في الأرض القديمة. بيدور على مكان ما فيهوش أي نوع من أنواع المسببات المرضية ويبتدي يعمل المشروع بتاعه، ده بنسميه العزل المكاني. العزل الزماني. العزل الزماني ايه هو العزل الزماني؟ اثناء عملية او العزل المكاني برضك فيه نقطة مهمة جدا. هذا المكان انا دلوقتي عندي اكتر من غرض في التربية، وليكن مثلا انا بربي تسمين، يبقى هذا المكان خاص بالتسمين. طب انا عاوز اعمل امهات، لازم يكون في بعد وقائي عن مزارع التسمين ومسافة امنة اقدر اعمل فيها مشروع الامهات. طب انا عاوز اعمل جدود لها بعد وقائي اكبر، يبقى مش في نفس المنطقة. مش في نفس المنطقة. طب ايه السبب ان في فرق بين الامهات والجدود ولا كل منظومة الجدود والامهات من اكثر المشاريع اقتصادياتها عالية جدا جدا جدا، وفي حالة وصول المسببات المرضية ليها بتبقى كوارث وخسائر رهيبة، وبالتالي البعد الوقائي والبعد الحيوي اساس قائم لهذه المشاريع كجدوى اقتصادية. اللي انا عاوز اول خطوة انا اعملها ان اول ضلع ده العزل المكاني. ده العزل المكاني. العزل الزماني ما بين الدورة والتانية، أنا دلوقتي عندي دورة شغالة، أنا الدورة دي لما بتيجي تخلص أنا مفروض اللي أنا يبقى فيه وقت معين بعمل فيه عمليات النظافة والتطهير عشان أقدر أقول إن المكان دلوقتي أو العنابر دي جاهزة لاستقبال دورة جديدة. وهكذا. دي أول نوع العزل. نعمل حيطة. يعني إيه نعمل حيطة؟ كل ما زود عدد البيبان للطائر، يعني الطائر موجود جوه عنبر، العنبر ده موجود جوه محطة، المحطة دي ليها سور خارجي، السور الخارجي ده كمان شوية بره ليه سور خارجي، نعمل عزل، نعمل حيطة. طب اللي هيفرق أقفل عليه، أقلل فرصة وصول المسبب المرضي بالإجراءات الوقائية المتبعة، اللي أنا أقلل وأمنع وصول المسبب المرضي. طب إيه المسبب المرضي ده؟ المسبب المرضي هي مجموعة من المسببات المرضية، سواء كانت فيروسية أو سواء كانت بكتيرية أو سواء كانت فطرية أو حشرية، أو سواء دي المسببات المرضية الأساسية التي تنقل أو عوامل الخطورة على الثروة الحيوانية. الحشرية أو القوارض أو الضواري دي اللي بتنقل من ناقلات المسببات. صح. ده العزل. ثم التحكم في النواقل، النقطة اللي حضرتك دلوقتي أشرتها. يعني إيه التحكم في النواقل؟ التحكم في نواقل الأمراض. نواقل الأمراض دي منقسمة إلى 4 أو 5 حاجات. نواقل طبيعية، يعني إيه؟ ما جيش في مكان اتجاه الريح بتاعه مش مظبوط وعندي مزارع قريبة مني هيجيب لي المرض. واخد بالك؟ دي زي النواقل الطبيعية. عندي المية، مصدر المية بتاعي جنبي ترعة أو جنبي مصرف، أو حصل أي سورس من الانفكشن أو نقلت لي العدوى من المصرف أو من الترعة اللي جنبي. ليه مصدر المية اللي انا شغال بيه؟ واخد بال حضرتك؟ دي من المصادر، دي المية نفسها طبيعية. ثم نواقل ميكانيكية، انا كعنصر قائم او فرد قائم في عملية الانتاج، انا بتحرك ما بين عنبر والتاني، انا بتحرك ما بين مكان والتاني، هذا المكان فيه اصابة، خدت الاصابة اتكلت بيها على الله دخلت المكان التاني. او نواقل بيولوجية، واخد بال حضرتك؟ زي ما حضرتك بتقول ممكن يبقى عن طريق مثلا القوارض، ممكن يكون عن طريق الحشرات، وهكذا. مجموعة من النواقل أو دي نقلات العدوى، الميكانيكية، الطبيعية، البيولوجية، الحيوية. كل دي هذه النواقل اللي فيها العنصر البشري يمثل خطورة بنسبة 80%
عشان هو اللي بيقوم على الاشراف داخل هذه المنظومه، بيضم كل ثم بعد كده بقى زي ما حضرتك السيطره على القوارض، السيطره على الحشرات، السيطره على الضواري زي الكلاب والقطط، ثم السيطره على مصدر الميه، ثم المكان بتاع اتجاهات الهواء واتجاهات الريح. كل دي نواقل لو سيطرت عليها واخترت المكان بتاعي مظبوط وعملت كنترول بهذه الاجراءات، اقدر اقول ان ده الضلع الثاني اتحقق. ما هو الضلع الثالث والضلع الاخير في منظومه الامان الحيوي؟ يبقى احنا الضلع الاول بس عشان الناس تاخد بالها، العزل الزماني والمكاني. العزل قلنا عزل مكاني، تاني مسبب المرضي، تاني حاجه النواقل للمسببات التحكم في نواقل المسببات المرضيه، تالت حاجه اللي احنا هنتكلم عليها وفي صددها عمليات الغسيل والتطهير واجراءات النظافه والتطهير اللي قائم عليها استخدام ممهدات التطهير والمطهرات. وهذا هو الركن او الضلع الاخير بالنسبه لمبادئ الامن الحيوي. ايه هي برامج الامن الحيوي؟ حلو. برنامج امن حيوي يعني عباره عن عندي حاجه اسمها النقاط الحرجه في وضع برنامج الامان الحيوي. بس قبل هذه النقطه احنا قلنا مبادئ، صح؟ عاوزين نزود حته كمان بالنسبه للامن الحيوي. منظومه الامن الحيوي عشان تطبق صح محتاج لها هي كمان مثلث. احنا النهارده شغل مسلسلات، مش مشكله، مسلسلات دي بالنسبه لنا حتى بنقول سر الهرم كده. احنا بنقول دلوقتي سر الهرم، الهرم مثلث برضه. منظومه الامن الحيوي عشان تطبق مظبوط لازم ليها ثلاث اركان اساسيه. الركن الاولاني والاساسي فيها عمليات التخطيط. انا لازم اخطط منظومة الأمان الحيوي، أعمل عملية تخطيط مظبوطة. طب احنا ممكن قبل ما نكمل المبادئ، احنا معانا الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدجاجين بوزارة الزراعة. دكتور طارق أهلا وسهلا أستاذ شعبان، وأهلا لكل السادة المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير وكل سنة وحضرتك طيب. دكتور طارق، في ظل يعني الشغل بتاع الوزارة في دعم قطاع الثروة الحيوانية والدجاجين خلال الفترة اللي فاتت، وحضرتك طبعا في شغل مهم جدا بتعملوه، عاوز اعرف من حضرتك، احنا بنتكلم مع المهندس بلال عن موضوع مهم جدا وهو الامن الحيوي في مزارع الدواجن وكمان المواشي او الثروه الحيوانيه، عاوز اعرف جهود بس القطاع ووزاره الزراعه في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لما نتكلم نقول ان من حوالي سنتين ونص تقريبا كان ممكن عدد تراخيص تشغيل كافه منشآت الثروه الحيوانيه والداجنه والاعلاف لا تتعدى 1500 تراخيص في كل هذه الانشطه، يعني تقريبا كانت باقل من 3%. النهارده احنا بنتكلم ونقترب من 50,000 تراخيص تشغيل. ده مش معنى القرارات والاجراءات تم تبسيط وتيسير كافه الاجراءات متعلقة باستخراج ترخيص التشغيل اللي احنا تغاضينا عن الاجراءات وضوابط واشتراطات الامن والامان الحيوي سواء كان داخل او حول تلك الانشطه، ولكن مع الاهتمام التام بكل معايير وضوابط واشتراطات الامن والامان الحيوي سواء كان داخل الانشطه ومشروعات الثروه الحيوانيه والسجنه او حولها، وده بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره بيرفع طبعا يحسن رفع كفائه الانشاء او العنبر او الحظيره، وبالتالي رفع معدلات اداء سواء كان الحيوان او الدواجن. طيب يا دكتور معلش، هل شرط التطبيق الامن الحيوي او الامان الحيوي داخل المزارع ده شرط اساسي للحصول على الترخيص، ولا في اشتراطات موازيه او مشابهه لهذه الامن الحيوي؟ ملوش اشتراطات موازيه. ملوش اشتراطات موازية ولا مشابهة، لأن أنا عايز أقول لحضرتك بتنزل لجنة مشكلة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلنا في المحافظات خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري، ولا يتم إصدار ترخيص تشغيل إلا إن اللجنة دي بتجيز أساسا توافر زي ما قلت لحضرتك ضوابط واشتراطات الامن والامان الحيوي في الاماكن ديت، وان كان في حاجه ناقصه بتطلب اللجنه من مالك الزراعه او صاحب المشروع ان هو يستكمل. طيب لو احنا عاوزين نسبه، لو عاوزين نسبه التطبيق الامان الحيوي في المزارع، هل في نسبه محدده يا دكتور؟
في المعايير دي يا فندم اللجنة بتنزل فيها حاجات ما ينفعش يبقى فيها تهاون أو تبسيط، يعني احنا بنبسط الإجراءات، لكن زي ما قلت لحضرتك. لا أنا أقصد يا دكتور عدد المزارع أو عدد المزارع اللي بتطبق الأمان الحيوي مقارنة بالمزارع مثلا القديمة أو اللي لم تطبق هذه الاشتراطات. أنا يمكن أقول لحضرتك دوت الحمد لله، لو يمكن في أول بدايات شهر يونيو السنة دي من شهرين طلعتنا جميع وسائل الإعلام بموافقة وتسجيل 14 منشأة معزولة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE منشأة داجمة خالية من انفلونزا الطيور. الدوت اللي يمكن من خلالها ان شاء الله بيتم تصدير الدواجن ومنتجاتها في الخارج ان شاء الله. وعايز اقول لحضرتك يمكن ال 14 منشاه دي حاليا في اكثر من 15 منشاه، والعشرات من المنشات التي تعمل في النشاط الداجني تقدموا بطلبات للسير في اجراءات تسجيل المنشات. انت حضرتك عارف طبعا ان احنا الحمد لله حاليا على اعتاب الاكتفاء الذاتي من الانتاج الداجني، وهيكون لدينا فائض من انتاجنا عند احتياجاتنا ومطلوب توصيل ان شاء الله باذن الله يا دكتور. وشكرا جزيلا لحضرتك الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه موضوع المنشات الخاليه من الامراض ده موضوع مهم جدا، والتوسع طبعا فيه خاصة طبعاً. ان الدكتور بيقول ان كمان في شركات وفي مزارع قدمت بطلبات علشان تحصل على هذه الشهادة، ده باعتراف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. فدي خطوة مهمة جدا. كمان هو بيقول ان معظم المزارع في مصر بالفعل بتطبق اشتراطات الامن الحيوي، لكن يعني انا من خلال زيارتي لاكثر من مزرعة في بالذات في القرى وفي الدلتا مفيش تطبيق لموضوع الامن، انا بدخل عادي واي حد بيدخل. هل يعني مفروض المزرعه ايه مواصفاتها مزرعه الامن الحيوي او اللي طيب بتطبق الامن الحيوي؟ احنا قبل المداخله كنا بنتكلم على الاركان الاساسيه لمنظومه الامن الحيوي، واتكلمنا على مبادئ الامن الحيوي، وبنقول دلوقتي الاركان الاساسيه. الركن الاساسي اللي انا اعمل عمليه تخطيط، يعني اعمل عمليه بلان، اعمل بلان لخطه الامن الحيوي بالنسبه لي. الشاهد في الامر زي ما حضرتك بتقول دلوقتي المزارع تختلف، لكل مزرعه ليها ظروفها، لكل مزرعه في مكانها ليها اسلوب معين في عمليات الدخول وعمليات الخروج او لها تحديات معينه، وبالتالي لازم معين. انا يبقى عندي تخطيط، انا اللي بخطط وضعي الحالي على الارض وبشوف ما يناسبني اللي انا اتبع اشتراطات واجراءات الامان الحيوي. دي اول نقطه. ثم النقطه الثانيه او الركن الثاني نقطه ازاي اطبق بقى اطبق ازاي الامان الحيوي، يعني ايه اطبق وتابع. يعني انا خطط الاول انا هعمل منظومه امن حيوي ازاي، ده الركن الاساسي. لازم يبقى عندي خطه واضحه اللي انا ازاي اعمل منظومه الامن الحيوي وفقا للظروف بقى اللي انا موجود فيها والمكان بتاع المزرعه والظروف كلها أساسية. اللي قدامي دي نقطه اساسيه جوهريه. ثم النقطه الثانيه ازاي اطبق، واطبق بس لا اطبق وتابع عمليات التطبيق يلزمها عمليه متابعه عشان اتاكد ان عمليه التطبيق بتتم مظبوط. يتبقى العنصر الاخير او الضلع الاخير في المثلث عمليات التدريب. منظومه الامن الحيوي يبقى احنا نحط خطه طبعا ازاي نطبقها، حط خطه ازاي اطبقها واتابعها وازاي اتدرب. ليه التدريب؟ انا عندي مشكله جدا، مشكله كبيره جدا قائمه في العنصر البشري. يعني ايه؟ انا دلوقتي بيبقى عندي مزرعه او عندي مشروع كبير، بجيب حد اشتغل معايا ادربه، راجل بيبقى بروفيشنال يبتدي يعرف الشغل تمام، بعد شويه الراجل ده يسيبني ويمشي. يجي واحد جديد، واحد الجديد ده لو انا سبته بدماغه مش هيعمل حاجة. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وبالتالي دي أركان أساسية، عملية الخطة، عملية التطبيق والمتابعة، ثم عملية التدريب عشان العنصر البشري. العنصر البشري لازم أعمل فيه عملية تنمية بشرية مستمرة ومستديمة عشان أخد منه شغل مظبوط. عشان أنا لو سبت الراجل، الراجل ما بيعرفش يطبق، لو طبق ممكن يطبق غلط، وبالتالي هيحصل عندي الاختراق في منظومه الامن الحيوي وهيضيع كل التعب. منظومه الامن الحيوي زي ما حضرتك قلت هي عباره عن نقدر نقول عباره عن بدله او توب او جلابيه لكل واحد قائم في الشغل بتاعه. بمعنى انا ممكن افصل الجاكيت بتاعي مش هيبقى مقاس حضرتك بس هو مقاسي. هذا هو عمليه تفصيل، وبالتالي احنا بنقول ان منظومه الامن الحيوي هي منظومه تفصيليه
على حسب كل موقع. انا عندي هل في مطبقين في مصر للمنظومة التنمية طبعًا الحيوية؟ طبعا عملية التطبيق وعملية الفكر دلوقتي في جميع المشاريع اللي ابتدت كل المشاريع الثروة الداجنة الكبيرة اللي احنا بنسميها كبار المشاريع او كي اكاونت، هذه المشاريع لها منظومة قائمة بمهندسين بأطباء برطريين بمتابعة فنية خاصة بفكر ومنظومة الأمان الحيوي. عظيم جدا. بخلاف كده دي زي ما قلت لحضرتك هو قائد الصد والدفاع الأول لمنع وصول المسبب المرضي. طب احنا بخصوص الأمراض عاوز أعرف من حضرتك إيه أبرز الأمراض اللي بتصيب قطعان الدواجن بسبب عدم تطبيق الأمن الحيوي؟ كويس جدا. وإيه الأمراض اللي ممكن الأمن الحيوي ما يخليهاش توصل ل يعني جدا. سؤال عكسي هو كويس. نفس السؤال كويس هو نفس السؤال استكمالا لفكره المثلثات خد بال حضرتك هو سر الهرم النهارده. استكمالا لفكره المثلثات، السيطره على الامراض، السيطره على الامراض بتتم عن طريق ثلاث اركان اساسيه او ثلاث اضلاع اساسيه. تمام. ابتسامه ابتدت تظهر على وشك. عشان كده بقول لحضرتك هي كمنظومه، منظومه ليها اركان اساسيه وأرقامها مش كتيرة، وبالتالي لو حطيت نقطة على نقطة الاختراق من السهل جدا اللي أنا أقفلها. تمام. من السهل جدا اللي أنا أقفلها. سيطرة على الأمراض عاوزة ثلاث حاجات أساسية ملهاش رابع. أول حاجة عمليات أو عمليات الفاكسين أو عمليات تطبيق اللقاح والعلاجات. الأدوية واللقاحات. أنا كراجل بربي لازم يكون عندي برنامج من كبرى الشركات في مجال اللقاحات والأدوية بعتمد فيه في وضع الخطة الوبائية عندي في الأمراض المستوطنة اللي أنا أغطي النقطة الأساسية من الأمراض المستوطنة اللي أنا عارفها. دي أول نقطة. النقطة الثانية نقطة الرعاية. يعني إيه نقطة الرعاية؟ القائم بعمليات التشغيل والتطبيق من الفني أو البروفيشنال اللي هو بيقوم بعملية إدارة القطعان. لا تفضل. إدارة القطعان من ناحية التربية ألا وهي التحكم في جودة الهواء، التحكم في نسب الأمونيا أو نسب ثاني أكسيد الكربون، التحكم في درجات الحرارة، التحكم في درجات الرطوبة، عوامل العلف، جودة المية، عمليات التربية، نظام الإضاءة. وبالتالي احنا بفضل الله في مصر من أكثر الناس كفاءة في تطبيق أسلوب الإدارة بالنسبة لتربية القطعان. ثم الضلع الأخير ألا وهو الضلع الأخير اللي بقفل بيه مثلث الأمراض هو الأمان الحيوي أو عمليات التطهير واستخدام التطهير والمطهرات. طب احنا في ندخل على تفصيل أكتر في عمليات التطهير. فضل. في حاجة عن إيه هي عمليات الغسيل أو التطهير وإزاي ممكن نحسب كمية المية لعمليات التطهير؟ عمليات التطهير والمطهرات ممكن الزملاء في الاعداد يعرضوا لنا الفيديوهات المتعلقه. عمليات التطهير والمطهرات هي عمليه مهمه جدا بتحصل في نقطتين اساسيين في منظومه الامن الحيوي. المنظومه الرئيسيه هي عمليات الغسيل والتطهير ما بين الدوره والدوره التي تليها. ومنظومه الامن الحيوي او عمليات التطهير اثناء الدوره. طبعا احنا كمنظومه امن حيوي احنا قلنا عملنا اجراءات، الإجراءات دي من البعد الوقائي، من وجود أسوار، من وجود مغاطس أقدام، مغاطس سيارات، ابتديت أعمل منظومة شاورات للناس اللي داخلة والناس اللي خارجة، ابتديت أختار المكان اللي أنا المكافحة بتاعت القوارض بتاعتي، مكافحة الحشرات بتاعتي، الضواري بتاعتي، البعد عن الطيور البرية، بعد كده الكواليتي بتاعت العلف بتاعتي وخزانات المية وخزانات وخلايا التبريد. كل دي كمنظومة من النقاط الحرجة اللي أنا ببص عليها في اختيار منظومة أو النقاط الحرجة في الأمن الحيوي. طيب أنا هبتدي أطبق عمليات التطهير. هي في المقام الأولاني الهدف منها القضاء على أي مسبب مرضي كان موجود من الدورة اللي فاتت ما نقلهوش إلى الدورة الجديدة. هي عبارة عن إجراءات كتيرة جدا. الإجراءات دي بتبتدي الأول في نجاح برنامج التطهير في وجود حاجة اسمها النظافة الجافة. يعني ايه النظافة الجافة؟ هي التخلص الجاف من كل المواد العضوية اللي موجودة عندي في العنبر من الدورة السابقة. التخلص نظف العنبر كله من اي من بقايا اي عضوية. بقايا مواد عضوية موجودة. ولو حصل عملية النظافة الجافة بصورة مظبوطة انا نجحت في اكثر من 80 ل 90% من عمليات التطهير.
يتبقى ال 10%. ازاي العمليه دي بتتم؟ يعني بشيلها العمليه دي بيبقى في فرشه قديمه، الفرشه القديمه دي اللي هي بيبقى عباره عن المتبقيات اللي موجوده من الافرازات ومن مخلفات الدواجن مع وجود باقي العلف مع وجود الفرشه بنسميها الفرشه القديمه بما تحتويها بقى من الزرق الدواجن من متبقيات العلف دي، كل دول بيتشالوا كماده عضويه وبيطلعوا بره العنابر. بعد كده بيتبقى الدسته وبيتبقى الفاين او الاتربه والغبار اللي بيبقى موجود داخل العنابر دي، بتبقى عمليات من عمليات كنس وعمليات شقرفه وعمليات نفخ وعمليات التخلص من كل متبقيات الماده العضويه. نظرا ان وجود اي متبقي من ماده عضويه موجود في العنبر من الدوره السابقه الى الدوره الحاليه ممكن يحصل لي عمليه اصابه واعاده اصابه بنفس الامراض اللي كانت موجوده طبعا من الدوره اللي فاتت. يبقى نجاحي في اتمام عمليه النظافه الجافه انا وصلت بنجاح او عملت اجراء عمليات التطهير الوقائي بنسبه تتجاوز من 80-85-90% من عمليات التطهير. يتبقى بعد كده عمليات الغسيل. والغسيل دي بتتم، انا بعمل عمليه غسيل للعنبر لكل المعدات اللي موجوده في العنبر لكل الاسطح اللي موجوده في العنبر. وعمليات الغسيل دي لازم بتتم باكتر من طريقه. اول غسله بميه بيضاء، عمليه الغسيل بالميه البيضاء، ودي لازم تتم بضغط منخفض في الاول عشان اقدر لو انا عندي داخل المشروع اكتر من مكان واخد بال حضرتك ما يحصلش عمليه اعاده التلوث لما انا بشتغل بضغط عالي. نعرض احد الفيديوهات اللي هو في فيديو موجود في فيديو موجود ده اعتقد اللي هو الفيديو بتاع الرش، بس دي الخطوه اللي جايه. تمام الخطوه دي انا بعمل عمليه غسيل الاول بالميه البيضاء، اشيل ميه عاديه او ميه احنا بمصطلح بالنسبه لنا الميه البيضاء. بعمل عمليه إزالة للمتبقيات بتاعة المادة العضوية اللي لازقة عندي بحيث إن أنا أعمل لها عملية تفتيت وخروج. تمام. ثم بعد كده بغسل العنبر تاني بممهدات التطهير. ما هي ممهدات التطهير؟ ممهدات التطهير دي عبارة عن مواد كيماوية سواء كانت حامضية أو سواء كانت قلوية. المواد قلوية هي الهدف منها عملية تفتيت وإذابة متبقيات المادة العضوية زي الصابون اللي احنا بنغسل بيه إيدينا في البيت بعد الأكل. المتبقيات بتاعت المواد العضويه اللي موجوده في عنابر الفراخ هي عباره عن بروتينات وعن دهون اللي بتبقى موجوده من التغذيه، اللي بتبقى موجوده في الفرشه، اللي بتبقى موجوده في الافرازات بتاعت الفراخ. المواد القلويه او ممهدات التطهير القلويه هي اللي بتعمل عمليه اذابه وتفتيت للمواد العضويه وبالتالي تسهل عمليه خروج المواد العضويه. في منظفات حامضيه، الهدف من استخدام المنظفات الحامضيه هي التخلص من طبقات الاملاح او طبقات البيوفيلم، ودي بيبقى الازاله بتاعتها بتتم عن طريق منظفات حامضيه. بعد ما بعمل عمليات الغسيل بالميه البيضاء ثم يتبعها بعد كده عمليات الغسيل بممهدات التطهير سواء كانت المتخصصه، وكلمه التخصص تيجي هنا ان مش اي منظف ينفع يشتغل عندي في صناعه الدواجن. ماشي. ده بيحتاج من مربي الدواجن برضو حد متخصص يبقى موجود معاه دايما طبعا، سواء طبيب بيطري او مهندس. احنا عندنا مشكله متخصص كبيره جدا قائمه في مصر هي استخدام المنظفات والمطهرات التقليديه بسرعه شويه. الممهدات التطهير او الصابون السائل او المطهرات التقليديه بتعمل عندي مشاكل كبيره، ما بتقومش بعمليات التنظيف الامثل، ما بتقومش بعمليه التطهير الامثل، وبالتالي بيحصل وبيبقى ليها اثر سلبي سواء على المعده او سواء على القائم بعمليات التطهير. صح. وبالتالي مشاكلها ضررها اكتر من نفعها، وهتلاقي اللي هو كل دوره لما بيجي يستخدم هذه المنظفات بيشتكي من حدوث نفس الاصابه. كانت موجوده. على اي اساس نختار الممهدات دي؟ دي نقطه مهمه جدا ما هو ممهد التطهير وما هي المطهر؟ طب احنا في مداخله معانا ناخدها قبل، في الاستاذ ماجد معانا احد مربين دواجن. استاذ ماجد. استاذ بلال السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ورحمه الله وبركاته. تحيه لضيفك الكريم الباشمهندس بلال، كل سنه وحضرتك طيبين. ربنا يخليك. طيب شاكر جدا على بجد على المعلومه الجميله اللي الاستاذ بلال بيقولها. حابب بس اقول ان 80 او 90% من المربي الصغيرين عنابر عشوائيه، فكنا عاوزين شرح مبسط اكتر من الاستاذ بلال ازاي نقضي على اللي هي بقول لك اكتر من 80% من العنابر الصغيره فعلا عشوائيه ومش قادرين نطبق الامن الحيوي. هل ممكن سؤال ثاني، هل ممكن البنك يقدر يمول لنا العنابر الصغيره ديت بحيث ان احنا نقدر نطبق فيها الامن الحيوي؟ السؤال الثالث والاهم، هل ممكن الطب البيطري او الطب الوقائي يتابع معانا كعنابر صغيره او
مستثمر صغير في تطبيق الامن الحيوي. تمام يا استاذ ماجد، انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. ودول ثلاث اسئله اعتقد ان يعني احنا المفروض نتصل بالبنك الزراعي ونتصل بالطب الوقائي، لكن ممكن حضرتك تفيدنا يعني بالرد على هذه الاسئله قبل ما نتكلم في المؤهلات والمطهرات. طيب احنا لما نيجي نتكلم دلوقتي على تطبيق منظومه امان حيوي بالنسبه لصغار، هو قال معلومه مهمه جدا وهي 80% من صغار المربين. لو احنا اتكلمنا على المنظومه نتكلم في حاجات بسيطه جدا. نتكلم في احنا لما جينا قلنا عمليات الدخول والخروج، انا دلوقتي عندي منطقه، المنطقه دي انا بسلم على جاري من الشباك. يبقى اول نقطه لازم احنا نبقى متفقين مع بعضينا لو حصل مفيش وجود بعد وقائي، وده اللي بيحصل في صغار المربين، اللي احنا حتى على الاقل نتفق مع بعضينا في الاول احنا ندخل مع بعضينا ونخرج مع بعضينا، بحيث ان المعاملات اللي بتتم ما بين الجار والاخر ما يكونش حد لسه بيدخل عمر صغير وكتاكيت صغيره وواحد جنبه عنده عمر كبير باع وابتدى يغسل ويطهر. فبالتبعيه ايه اللي هيحصل؟ المسببات المرضيه اللي ممكن تبقى موجوده عند جارك هتجيلك. دي اول نقطه، يبقى في اتفاق، يبقى في اتفاق اللي احنا هندخل مع بعضينا واحنا نخرج مع بعضينا. دي نقطه بسيطه جدا. طيب الحاجه الثانيه، لو احنا اتفقنا ان احنا عندنا عنابر صغيره والعنابر الصغيره دي احنا قلنا ان صغار المربين هو اللي موجود عندها، نبتدي نطبق فكر الامن الحيوي اللي احنا جينا اتكلمنا فيه، الا وهي خطوات. خطوات بتبقى بسيطه جدا 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 ولكن بليها مردود عالي جدا. كل الناس لما تيجي تفكر في تربيه الدواجن بيبص على برنامج اللقاح، انا برنامج الادويه، برنامج المضادات الحيويه، وبالتالي واخد بال حضرتك هو بينسى نقطه مهمه جدا الا وهي النقطه اللي انا بقول لحضرتك عليها. طب الراجل اللي داخل لك من بره يحصن لك، الراجل ده ابسط ما يكون لو هو داخل عندك العنبر بتاعه يغير هدومه، وجاي من مزرعه، وهو جاي من مزرعه تانية، ده اساسي. واخد بال حضرتك، يغير هدومه، يعني توفر له اوفرول، توفر له جلابيه، مش هقول بقى بعد كده اللي انت يبقى عند حضرتك اوضه واخد بال حضرتك يغير فيها، او واخد بال حضرتك عندك حمام يقدر ياخد فيه دش، واخد بالك، ويا سلام بقى لو فيه كمان يعني يستحمى، دي هتبقى حاجه كويسه جدا. طيب توفر له شبشب كوزلوك اللي هو يتحرك بيه جوه العنابر، يغير الشبشب بتاعه حتى بره ويلبس شبشب تاني وهو داخل العنبر. واخد بال حضرتك، دي نقطه مهمه جدا. عملية دخول المستلزمات الخارجية، أنا دلوقتي هجيب علف، العلف ده أنا هدخله العنبر كل يوم، طب العلف ده جاي لي دلوقتي، العربية جاية لي، العربية دي بتلف على مصر كلها، على مصر كلها. طيب أنا بالنسبة لي دلوقتي إيه المعاملات اللي أنا ممكن أتبعها وأنا بنزل شكاير العلف بتاعتي؟ إزاي أعمل عملية تطهير لشكارة العلف بتاعتي؟ طب أنا عندي مثلا في فترة الشتاء وفي التدفية، انابيب البوتاجاز، انابيب البوتاجاز دي بتلف ما بين ال كل المزارع. طب انبوبه البوتاجاز دي قبل ما اخدها عندي، طب اغسلها، اطهرها، اعر الانبوبه، ده بيبقى ملامس للارض، يعني ممكن يبقى في مزرعه تانية في ماده عضويه لو انا ما عملتش عمليه تطهير. حاجات بسيطه جدا جدا، هو استشعار مدى الخطوره اللي ممكن تتنقل لي من مكان لاخر. كل الاجراءات دي لو انا باجي بقول منظومه في الشركات الكبيره، منظومه شاور ومنظومه تغيير هدوم، ممكن اعملها في العنابر الصغيره بتاعتي، ان انا اوفر افرول جديد، او اوفر بدله جديده، او اوفر جلابيه جديده للشخص اللي هدخله، اوفر له حمام يقدر يغير فيه هدومه ويقدر ياخد دش. انا الاجراءات دي لو انا ما حطيتش الادوات اللي هتساعدني في هذا التطبيق مش هينفع. طب الراجل اللي داخل عندك ده انا عاوز اطهره وارشه مطهر، انا وفرت له المطهر اللي انا متاكد اللي هو هيقوم بغرض التطهيري ولا لا، ولا عملت ايه معاه بالظبط؟ فهي طبعا اجراءات بسيطه ولكن لما اتبعها بترفع معايا من الامان الحيوي، وبتقلل اصلا انك انت اللي بتصرفه على مواجهه الامراض بالظبط. وبالتالي هي النقطه الاساسيه، انا بقول وواضح وصريح جدا ان عمليات نقل الامراض بنسبه اكتر من 80% بتتم بالطرق الميكانيكيه. القائم، الراجل اللي بيزورك في المزرعه، الراجل اللي بيخش يحصن لك في المزرعه، انابيب البوتاجاز، العلف، المعدات المنقوله اللي بتجي لك من بره، هي دي المصدر. لازم مزرعتك تبقى حاجه معزوله عن اي حاجه تانية بالظبط، وبالتالي حتى العمال اللي موجوده، لو انا عندي اكتر من عنبر، واحنا عندنا في مصر نظام العنابر الرأسيه، انا ممكن يبقى عندي مزرعه 5 أو 6 عنابر رأسيه مش افقيه، وبالتالي انا اخصص عامل لكل مزرعه، بحيث لا قدر الله دور. لو حصل عندي اصابه مرضيه في عنبر اعمل فيه عمليه الاحتواء الحيوي. صح. استخدام منظومه المطهرات،
استخدام منظومة المطهرات. مطهرات بدون اتباع وسائل الأمن الحيوي مش هتمثل لي قيمة اقتصادية كبرى. أنا لازم أتبع المنظومة. هي منظومة كاملة لازم. قيمة المطهرات. قيمة المطهرات وقيمة ممهدات التطهير. طيب احنا نكمل الحوار بتاعنا. كنا بنتكلم على المهدات وعلى المطهرات. ما هي المطهرات؟ ما هي الممهدات؟ هي عبارة عن خمس دقايق بس علشان الوقت، فعاوزين. هي عبارة عن عوائل كيماوية مختلفة ابتدت من سنة 1950. ابتدى في عوائل كيماوية زي منتجات الكلور ومشتقات الكلور، ثم بعد كده عندنا مجاميع فعالة زي مجاميع اليود، ثم بعد كده مجاميع فعالة زي مجاميع الرباعيات زي مجميع الألدهايدز اللي هي جلوترودايد وكواترنا الأمونيوم كومباوند، ثم بعد كده مجموعة المواد المؤكسدة. المواد المؤكسدة زي الهيدروجين بروكسيد والباراسيتيك أسيد. كل مادة كيماوية ليها غرض تطهيري وليها شغل بتاعها على الميكروبات. الميكروبات دي زي ما تعددت مع حضرتك هي عبارة عن بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، أشدها فتكا هي الفيروسات. والفيروسات على فكرة هي عبارة عن اللي بتسبب الإصابات أو الحالات المرضية اللي بيبقى في مقابلها خسائر اقتصادية فادحة. المطهر هو الذي يقضي على نسبة 99.9% من المسببات المرضية. طبعا. هذا هو المطهر. أما ممهد التطهير، ممهد التطهير الهدف منه إزالة المواد العضوية وإزالة طبقات الأملاح والبيوفيلم عشان يسمح بعد كده للمطهر اللي هو يشتغل. في وجود المادة العضوية مهما بلغت كفاءة المطهر لا يستطيع التعامل مع الأمراض داخل المادة العضوية. وبالتالي طب تنظف الدنيا علشان المطهر. وبالتالي عشان كده احنا بنقول في اجراءات عمليات التطهير لازم اعمل عمليات النظافة الجافة كويس جدا، ثم يتبعها بعد كده عمليات الغسيل وعمليات الغسيل بالمية ثم ممهدات التطهير عشان ازيل جميع المتبقيات من المواد العضوية، حتى بعد كده ابدأ عمليات التطهير. وعمليات التطهير دي بتتم بالمطهرات، والمطهر لازم ابقى عارف ايه هو نوعية المطهر. المطهرات زي ما قلت لحضرتك هي عبارة عن مجاميع وعوائل كيميائية فعالة. أسس اختيار المطهر لازم الأول يكون هذا المطهر مطهر له تأثير على جميع المسببات المرضية سواء كانت مسببات فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، يعني واسع المدى التطهير. المشكلة المطهر ده ممكن مغشوش. دي أول نقطة، ده في أسس اختيار المطهر. لازم لما أجي أختار المطهر يكون هو فعلا ممكن يشتري مطهر. معلش يا باشمهندس، ممكن يشتري مطهر يكون فيه هذه الصفات اللي أنت حضرتك بتتكلم عنها، لكن بيكون المصدر لابد غلط. لابد أن يلجأ إلى الشركات العالمية. يعني يكون مصادر، يعني يا ريت نروح المصادر الموثوق فيها نشتري منها علشان ما نجيبش مطهر بالظبط اللي ليها السمعة الدولية والعالمية اللي بيقول اللي هو هذا المطهر شغال على هذه العوائل سواء كانت بكتيرية أو فيروسية أو فطرية بمعدلات الإضافة. دي أول نقطة. النقطة الثانية في أسس اختيار المطهر، المطهر ده لازم يكون آمن. آمن على حاجتين، آمن على الراجل اللي بيقوم بعملية التطبيق، وما زلنا لغاية هذه اللحظة وسنة 2020 ما زال معظم صغار المربيين بيشتغلوا بالفورمالين. الفورمالين هو يعتبر المسبب الرئيسي لجميع أنواع السرطان اللي موجودة، سواء كان سرطان الجلد سواء كان سرطان الجهاز التنفسي، جميع انواع السرطانات. مشكله بقى المطهر ده مطهر يتم استخدامه في مزارع الدواجن، وبالتالي ده له مردود وده عكسي. مصرح باستخدامه يعني مطهرات الفورمالين ومشتقاتها هي من المطهرات الاساسيه الذي يعتمد عليها صغار المربيين، نظرا لاول حاجه رخص سعره، وفي نفس الوقت الفورمالين له رائحه نفاسه مميته. فبيقول لك انا نفسي لو شميته ممكن اموت، فما بالك بالميكروب. لونه احب اقول لحضرتك ان الميكروب ملوش مراخير ولا ميدان. وبالتالي المشكله الكبيره جدا ان انا بضر نفسي، بضر الطائر نفسه متبقيات الفورمالين. احنا علشان الوقت انتهى، عاوز نصايح من حضرتك في دقيقه واحده 60 ثانيه، نصايح للمربي عن اهميه الامان الحيوي. نصايح للمربي ازاي يبدا، يعني اهم سؤال، انا ازاي ابدا كمربي في ظل ان ممكن تكلفه الامان الحيوي تكون عاليه جدا، ازاي ابدا في تطبيق الامان الحيوي؟ يبقى احنا لازم نتكلم في نطاق الخطوره او النقاط الحركه في منظومه الامن الحيوي. اول حاجه الموقع، اختيار الموقع. لازم اختار موقع لو انا راجل هبدا لا جديد. لا لا انا مش هبدا جديد، مش هبدا جديد. انا راجل شغال جديد. انا راجل شغال دلوقتي. من 80% اللي هم بيتكلموا صغار. اول حاجه لازم اعمل عمليه نظافه جافه كويسه جدا جدا ما بين الدوره والتانيه، دي اول نقطه.
النقطة التانية عمليات الغسيل بممهدات التطهير المتخصصة. وكلمة التخصص مش أي حاجة أشتغل، ما ينفعش أجيب الصابونة من البنزينة وأقول إن أنا هغسل بيها العنبر، لازم يكون ممهد تطهير متخصص له غرض. أنا هشتغل في الأرضيات، هشتغل في خطوط المية وفي المسائي، هشتغل في خلايا التبريد، كل الأركان اللي موجودة عندي في العنبر لازم ألجأ إلى ممهدات التطهير المتخصصة. دي أول نقطة. النقطة التانية لازم يتم عملية الغسيل، عملية غسيل محترمة جدا جدا، والتخلص من آثار الغسيل. كثيرا من الناس بتغسل العنابر بتاعتها كويسة جدا وبتطلع المية على بيبان العنابر، وبالتالي كل متبقيات المادة العضوية اللي بتبقى موجودة بيرجع يدوس فيها ويدخلها العنبر تاني. أسس اختيار المطهر، لازم لما اجي اختار المطهر اختار مطهر من مكان موثوق فيه ومن شركة عالمية يكون له تأثير سريع على جميع الفيروسات والمسببات المرضية. ثم بعد كده ابتدي اعمل عمليات الاجراءات من عمليات التطهير وعمليات دخول عمليات المعدات ثم عمليات التبن والنشارة ثم العمليات الإضافية من عمليات تبخير حراري وخلافه الى ان يتم يجيب جودة كتكوت كويس ويبدأ دورة جديدة على بركة الله. موضوع الامن الحيوي موضوع كبير مش موضوع صغير، لا، وان شاء الله يكون اللي فيه سلسلة حلقات مع حضرتك كمان ننزل نتكلم بقى ساعتها ممكن تجارب حية على عمليات تطبيق عمليات عمليات الغسيل والتطهير في عنابر الدواجن. عنابر الدواجن جزء لا يتجزأ من منظومة صناعة الدواجن، يتبعه بعد كده معامل التفريخ، يتبعه بعد كده المجازر. كل مكان من أماكن الخاصة بصحة الحيوان أو كمنظومة الثروة الداكنة لها فكر الأمن الحيوي بتاعها، لها منتجات الأمن الحيوي بتاعها، لها النقاط الحرجة والأساسية في منظومة الأمن الحيوي. بشكر حضرتك جدا المهندس بلال مرزوق المدير الفني لقطاع الامن الحيوي في شركه ايفيت وقطاع فيت ميديكا. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا النهارده في الحلقه، وان شاء الله يكون في سلسله حلقات ثانيه عن الامن الحيوي، كل خطوه ان شاء الله باذن الله يكون فيها حلقه نتكلم متخصصه باذن الله بعد كده على المطهرات وخصوص اختيار المطهرات، نتكلم ان شاء الله بعد كده عن التطهير والمطهرات على اسلوب او على عمليات التطهير نفسها وعمليات الغسيل. وهو الموضوع لي نيد لي احتياج عند ناس كتيرة جدا إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا بالتوفيق ليكم مشاهدينا، نتمنى خاصة صغار المربين الدواجن يكونوا استفادوا النهاردة من حلقتنا عن هذا الموضوع المهم وهو الأمان الحيوي والأمن الحيوي داخل مزارع الدواجن والثروة الحيوانية. شكرا جزيلا لكم، انتظرونا الخميس المقبل 9 مساء ومعكم شعبان بلال.